امبارح كلنا تابعنا الرئيس عبد الفتاح السيسي عند افتتاح عدد من المشروعات في المنطقة الحرة بمدينة نصر. الرئيس السيسي كانت له كلمة امبارح في غاية الأهمية، لأنه حط فيها نقاط معينة. واحد، استهداف 100 مليار دولار صادرات، وقال إن الرقم ده ليس كبيرا. أيضا الرئيس أكد أنه سيتم حل المشكلات الخاصة باستيراد مستلزمات الإنتاج خلال شهر أو شهرين على الأكثر. الرئيس أكد على أن الدولة بتعمل على تحسين المناخ الاستثماري والصناعي في مصر. نتكلم عن المشروعات اللي تم افتتاحها أمس وتصريحات السيد الرئيس، لأنها كانت في غاية الأهمية حول الاستثمار الصناعة في مصر، توفير هذا المناخ لتحويل مصر إلى دولة صناعية كبرى. تفاصيل أكتر هنعرفها من ضيفنا اللي منورنا، دكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع. دكتور علي منورنا. بنور حضرتك يا فندم. تابعت امبارح؟ أكيد طبعا. أكيد طبعا. كلنا تابعنا. أنا عايزة أقف عند أكتر من نقطة كرجل اقتصاد. دلوقتي الرئيس امبارح أكد على أولاً مستلزمات الإنتاج في خلال شهر أو شهرين. مش الرئيس كان قال الكلام ده من فترة؟ على مستلزمات الإنتاج تحديداً؟ أكيد هو كان أكد عليها، لكن طبعاً إحنا كان عندنا مشكلة الفترة اللي فاتت ما قبل المحافظ البنك المركزي استمر أربعة، كان عندنا مشكلة في الصناعة، كان عندنا كمان مشكلة في توفير العملة الأجنبية الخاصة بعمليات الصاد، ودي كمان مشكلة تانية. وكان الجزء الخاص برضه بالاعتماد المستندي، احنا شفنا يمكن كان في كتير من المعوقات في عمليات التطبيق، وده كلام بمنتهى الأمانة من أول بداية اتخاذ القرار دوت من يمكن مارس الماضي، وشفنا تدخل رئيس الجمهورية في هذا الأمر بشكل صريح جدا، ان يعني لابد من تأجيل العمل والعودة الى نظام فواتير التحصيل. هو الاعتماد المستندي اتلغى، يعني ما نقدرش نقول ان هو اتلغى بنسبة 100%، لكن تم هو حجمه شوية. بالضبط، احنا في الطريق ان احنا نوصل لعملية الالغاء، لان بس انا عايز اقول لحضرتك ايام ما كنا ماشيين بالاعتماد المستندي وايام باستمرار اربعة، خليني اقول الدنيا وقفت. طبعا تقريبا وقفت لان التوقيت كمان اللي تم اتخاذ القرار فيه ما كانش توقيت مناسب، لان احنا برضو بنتكلم في بدايه الازمه الروسيه الاوكرانيه، والعالم كله ابتدى يعني اقتصاديا يشوف تغيرات سريعه جدا، اسعار فايده، سعر صرف الجنيه تاثر بالسلب نتيجه هذه الازمه، تكلفه الاستيراد زادت، عندنا بعض المصادر الدولاريه اتاثرت على راسها طبعا الاستثمارات الاجنبيه المباشره هوت ماني او الاستثمارات الاجنبيه الغير مباشره، احنا شفنا يمكن طبقا لتصريحات رئيس الوزراء 20 مليار دولار خرجوا من الاقتصاد، ويمكن وزير الماليه قال كمان بعديها بفتره ان اكثر من 22 مليار دولار خرجوا، فدي كلها فانا عاوز اعمل نظام جديد او سيستم جديد. انا مش بقول ان النظام الخاص بالاعتماد المستندي ده ان هو اسوأ حاجه في الدنيا، لا هو، لكن التوقيت امتى وهعمله ازاي، وهل المناخ الاقتصادي في مصر والنشاط الاقتصادي مهيئ لتطبيق هذا النظام ولا لا. انا معاك ان هو حوكمه وضد التلاعب الفواتير وخلافه من هذه الامور، لكن في النهايه التوقيت جزء مهم جدا، عشان كده تدخل سياده الرئيس كان مهم، وكان في تأكيد وتوجيه، لأن الفترة ديت ما ينفعش إن يبقى عندنا مشاكل شايفينها في قطاع مهم جدا احنا بنطلق عليه واحد من أهم قطاعات الاقتصاد الحقيقي، قطاع الصناعة، لأن مشاكله مصانع متوقفة نتيجة عدم وجود مستلزمات الإنتاج، وإحنا كمان كنا بدأنا برنامج مهم جدا اسمه الإصلاح الهيكلي، وإزاي إن احنا نرفع من نسبة مساهمة قطاع الصناعة، فإزاي بدل ما أرفع نسبته ده أنا بقللها نتيجة عدم توفر مستلزمات الإنتاج أو عدم توفر الاحتياجات الخاصة بهذا القطاع، إزاي إن أنا بتكلم على توطين الصناعة وأنا شايف المشاكل دي. فكرة إن رئيس الجمهورية يتحدث بمنتهى الشفافية عن كل اللي بيلمسه المصنع في مصر ده كان جزء مهم جدا، وكمان إن يوجه الحكومة ليه؟ لأن برضه في تصريحات ساعات بتطلع من صانع القرار إن لا ده إحنا عملنا والدنيا طب الله طب لا فين؟ ففين؟ ما هو ده اللي عاوزين نقول فين؟ أنا يعني ماشي. أنا موافق، لكن في نفس الوقت الناس هو أصل النسبة كذا، كلام جميل والله، أنا لكن في النهاية أنا عندي مصانع
متوقفة عشان ما فيش مستلزمات انتاج. طب هو المصنع ده ما بيقف الموضوع بيقف عند الجزئية دي بس؟ لا، ده انا عندي سلع ما بتبقاش موجودة في السوق، اسعارها بتبتدي تزيد، بيبقى في سوق موازي او سوق سودا انجاز التعبير، عندي عمال بيبتدوا يتسرحوا، عندي تضخم بيزيد، عندي مشاكل الصادرات بتقل، فبالتالي انا مش هقف كمان عند فكرة ان مصنع وقف. ده انا بشوف نتائج كمان سلبية للأسف الشديد بتبتدي ان هي كمان تبقى موجودة وبتبتدي تتراكم. طيب يبقى نبدأ للموضوع من اوله خالص. يبقى فعلا احنا متفقين كلنا ان قطاع الصناعة دوت عنده في الوقت الحالي مجموعة من التحديات، جزء منها مرتبط بتوفير مستلزمات الانتاج، لكن هي دي المشكله الوحيده؟ لا، عنده مشاكل تانية. طب اسعار الطاقه اللي بيحصل عليها هل هي اسعار عادله؟ هل هي دي مناسبه ولا مش مناسبه؟ هل الاجراءات والتراخيص والاراضي الصناعيه، واحد من الملفات المهمه جدا لكل رجال الاعمال بيستفسروا عنها، ملف الاراضي الصناعيه دوت هل احنا حليناه بالشكل اللي مطلوب ولا لا؟ وبالتالي مش بيسالوا عنها، بيعانوا منها. ما طبعا طبعا خلينا نقولها يعني... بص يا دكتور علي، احنا داخلين على مؤتمر اقتصادي. أكيد. وكويس جدا ان الرئيس عمل هذه الجولة بالامس قبل المؤتمر الاقتصادي وادى التوجيهات دي، فكل واحد لما يقعد بقى يقعد بورقه ويقول اللي ليه ولا عليا. علشان كده يمكن سيادة الرئيس بيأكد على موضوع المؤتمر ان هيبقى فرصة ان صحيح. نسمع وجهات النظر كلها، بمعنى ان رجال الاعمال والمصنعين ومجتمع الاعمال يقول كل التحديات والمشاكل عنده، ويمكن ده كان مطلب من جانب رئيس الجمهورية، قولوا المشاكل عندكم ايه، التحديات. وهو كمان يمكن رئيس الجمهورية أكد في كلمته على نقطة مهمة جدا، إن المشاكل ديت مش تقسيم من الدولة، مش تقسيم من الحكومة، لكن إحنا بنتكلم على ظروف برضو أثرت بالسلب، وظروف وصدمات اقتصادية متتالية. فبالتالي لو إحنا الحكومة في قرارات تقدر ان هي تتدخل بيها، محافظ البنك المركزي يقدر يتدخل في مجموعه من القرارات بحيث ان احنا كلنا نتعاون ونتكاتف عشان نعدي المرحله. ما هو لما بيبقى في ظروف لازم اغير من المنظومه بتاعتي، لازم اغير من طريقتي، وده جزء مهم جدا حتى اواكب المرحله، ان يكون يعني. السياسات الاقتصاديه فيها نوع من انواع المرونه. صحيح. ان هي تقدر تتغير مع التغيرات اللي بتحدث في الشأن الاقتصادي. يعني هو احنا قبل كده مين كان يتوقع ان في حاجه اسمها كورونا وهتيجي وهتعمل الصدمه دي كلها؟ مين كان يقول ان الازمه الروسيه الاوكرانيه هتحصل بالشكل دوت؟ مين يقول ان مثلا الاقتصاد الامريكي معدل التضخم الاعلى على مدار 40 سنه؟ يعني في امور كتيره جدا ومستجدات كبيره جدا وتحديات مش على الاقتصاد المصري لكن على الاقتصاد العالمي ككل. فبالتالي واجبنا ان احنا بما نمتلكه من موارد وامكانيات ان احنا ازاي نقدر نتصدى لهذه التحديات. وفي نفس الوقت احنا مش بنقول كده برضو علشان خاطر ان احنا يعني عاوزين المصانع ورجال الاعمال بس يستفيدوا، لا، هو المواطن كمان هيستفيد. ما هو لما زي ما قلنا مصنع بيقفل، طب ما هو العمال دول مش هيشتغل، وبالتالي لما ما يلاقيش مصدر دخل ليه هيبقى معدلات فقر بتزيد ومعدلات بطاله بتزيد ومعدلات تضخم بتزيد وارتفاع في الاسعار. طب احنا المصانع دي كلها ابتدت تشتغل، هتشجع مصانع جديده ومستثمرين جداد يبقوا موجودين. وعلى فكره ثقه الاستثمار الاجنبي عشان يجي جاي من ثقه المستثمر المحلي. لازم رجال الاعمال المصريين والمستثمرين المصريين يزودوا من حجم استثماراتهم ويبقى عجله الانتاج بتشتغل عشان المستثمر الاجنبي دوت يجي. لكن في مستثمر اجنبي هيجي في دوله وهو اساسا المستثمر المحلي بيعاني من مشاكل في اجراءات واراضي ومشاكل في الاستيراد وخلافه. فبالتالي جزء مهم جدا من ملف الصناعه على وجه التحديد ان انا احل مشاكل المستثمرين، وفي نفس الوقت انا بحلها بالشكل اللي يضمن المصالح المشتركه. يعني الدوله بتحافظ على مصالحها وفي نفس الوقت تحافظ على وجود رجال الاعمال وزياده في حجم الاستثمار. طيب دكتور علي، عايزه اوصل لرقم 100 مليار دولار، انا كدوله يعني بالزبط. عايزه اوصل ل 100 مليار دولار. والرئيس قال، وحتى ساعتها لو تتذكر بص للسيد حسن عبد الله القائم بعمال محافظ البنك المركزي، قال له في خلال شهر او شهرين لازم كل حاجه تكون متسهله. رقم 100 مليار ده ممكن اوصله في قد ايه؟ خلينا نقول بس في لغاية الأول مثلا أوائل 23. أوائل 23 لا طبعا الموضوع هيبقى احنا يعني صعب شوية بالنسبة لنا. طبعا صعب، احنا بنتكلم في أول 23 ده احنا بنتكلم في حوالي شهرين. عارف ليه انا بسألك على أوائل 23؟ فضل. لأن من الواضح ان الأزمة الروسية اليوكرانية اللي متابع في تصاعد، وتصاعد أكيد. مؤذي بالزبط. تصاعد مؤذي لكل الدول، وكل ما تبقى التوقعات سلبيه كل ما حتى دوا بيأثر بالسلب على توجهات يا فندم. الدول الاوروبيه خلاص دخلت في مرحله بالزبط. الركود يعني خلاص دخلوا الركود. هو يعني هو كمان اصل الدول يعني الغنيه والمتقدمه زي الاتحاد الاوروبي وامريكا، هو كان قدامه ان هو يا اما يعالج التضخم ويبقى فيه ركود، ولا يعالج الركود
فهو الوضع للاسف يعني، يعني احنا بنختار ما بين ده ولا البنطلون. يعني الوضع صعب. فهو بيرفع اسعار الفايده عشان يعالج معضلات التضخم، لكن بيأثر طبعا اللي بيجي حاله من حالات الركود. المشكله الاكبر في الاقتصادات الناميه والناشئه ان بيبقى عندها بقى ركود تضخم، هي دي الوضع الاصعب، ان انت يبقى عندنا الامر ركود وبيزيد بالظبط، ركود وكمان ارتفاع في الاسعار. لكن خليني ارجع للنقطه بتاعت 100 مليار ده، انا عايز اوصل ل 23 وانا يعني ما ادخلش زي ما الدول الاوروبيه دخلت بهذه المرحله، يعني ده اللي انا بحاول اوصل له. خليني اقول على حاجه، احنا في الاول خالص انا بفكر في 100 مليار دولار صادرات، الصادرات ديت هي في الاول وفي الاخر فائض في انتاج واحتياجات السوق المحلي. نعم. طيب احنا دلوقتي الاساس اللي عندنا ان انا اغطي احتياجات السوق المحلي علشان يكون عندي فائض من مجموعه من السعر. مشكلة أساسية كنا بنعاني منها إن إحنا شتتنا نفسنا ما بين أمرين، إحلال الواردات ده استراتيجية ولا إنتاج نحو التصدير، دي استراتيجية تانية. ففضلنا شوية مركزين في فكرة إيه؟ إحلال الواردات. طيب إحلال الواردات دوت مشكلته في إيه؟ إن أنا بنافس منتجات أجنبية، براندات علامات ليها قوتها وليها، فبالتالي مهما كانت المنافسة بتبقى في الأغلب لصالحه، فبضطر إن المستهلك برضه يعود مرة أخرى. طيب الدول اللي حققت نجاحات من ضمنها مثلا دولة المغرب الشقيقة، المملكة المغربية، عملت فكرة الإنتاج نحو التصدير، اتحركت على صناعة السيارات، غطت احتياجات السوق المحلي، ودلوقتي خلاص يعني بيقتربوا من يعني من مليون عربية إنتاج كل سنة. يبقى أنا محتاج إن أنا علشان أبتدي أتحرك بشكل سريع يبقى إنتاج نحو التصدير، ده نقطة مهمة جدا. إيه النقاط اللي أنا أقدر أو السلع اللي أنا أقدر أقدمها زي ملابس الجاهزة زي الجلود وخيارها من النقاط اللي أنا عندي فيها مصادر قوة، يبقى دي بعظم من حجم الإنتاج فيها، بغطي احتياجات السوق تدريجيا، أبتدي إن أنا أوصل للرقم دوت. طيب النقطة الثانية، هل 100 مليار ده رقم، 100 مليار ده رقم يعني كبير وضخم؟ لا، عاوز أقول مثلا سنغافورة على سبيل المثال 6 مليون مواطن بيقدروا ان هم يصدروا باكثر من حوالي 360 مليار دولار في السنه، فهو في رقم الاقتصاد مش رقم كبير، في ظل كمان ان احنا بنتكلم على امكانيات وقدرات نقدر ان احنا نتحرك عليها. ده هيخليني اسال حضرتك سؤال في وسط كلامك، ايه نوع المصانع او الحاجات اللي احنا لو هنتجه بقى للتصدير عشان نوصل لده، ايه اللي المفروض ان انا اعمله هنا؟ طيب الصادرات احنا يمكن بشكل عام هنلاقي ان دايما احنا بنتركز في الجزء الخاص بالصادرات الزراعيه، وشفنا يمكن نجاحات ليها، لكن بمنتهى الامانه اللي بيحقق قيمه وفاليو كبير على الصادرات هي الصادرات الصناعيه، ازاي ان انا اصنع واقدم منتج مصنع، عشان كده ابتدى يخش ملف التصنيع. تقصد التصنيع الصناعات الثقيله؟ مش حكايه صناعات ثقيله، انا بتكلم على الصناعه بشكل عام، سواء كانت صناعه ثقيله او حتى بتكلم على بتتكلم على حديد، بتتكلم على ده جزء من الصناعه، بتكلم كمان على ملابس جاهزه ده جزء من الصناعه، صناعه الجلود دي صناعه، لكن الصادرات الزراعيه لما بتكلم على الموالح وغيرها من الحصادات الزراعيه اللي احنا حققنا فيها نجاح وصدرنا العالم، القيمه بتاعتها ما بتقدرش ان هي تعادل وتبقى بنفس القيمه اللي بتقدمها الصادرات الصناعيه، عشان كده دايما الصادرات الصناعيه هي اللي بيبقى ليها قيمه كبيره جدا. مش بقلل من حجم الصادرات الزراعيه، لكن انا بتكلم هي بند من ضمن البنود. بالظبط، بند من ضمن البنود. يبقى انا عشان اوصل لل 100 مليار دي بسرعه محتاج ايه؟ محتاج ان انا ازود من حجم الصادرات الصناعيه. طب انا عشان ازود من حجم الصادرات الصناعيه محتاج ان انا اتحرك بشكل اسرع على توطين الصناعه، ومحتاج ان انا اجذب استثمار جديد، ومحتاج ان انا ادخل للاقتصاد المصري صناعات مش قادر ان هو ينتجها في الوقت الحالي. يعني صناعه السيارات الكهربائيه على سبيل المثال، شفنا خلال سنوات ماضيه احنا هنبتدي ننتج النهارده، لا بكره، لا السنه الجايه، طب فين؟ هل حاجه ظهرت؟ يعني نواه، لكن لغايه دلوقتي ما اقدرش ان انا اقول في تعثر بعض الشيء. بالظبط. طب احنا لو اتحركنا على الملف دوت وقدرنا ان احنا نقدمه بقى للقاره الافريقيه، واحنا كمان عندنا ميزه كويسه ان منطقه التجاره الحره الافريقيه حيز التنفيذ، فاقدر ان انا استغل السوق الافريقي الضخم دوت وابتدي ان انا اعظم من حجم الصادرات الصناعيه بتاعتي. وعندي الصناعات الثانيه اللي انا بتحرك عليها، يعني الدوله عملت اكثر من حوالي 9 مجمعات صناعيه، ابتدينا نشوف بقى مدينه اساس وجلود
وادويه وابتدينا نتحرك على المدن والمجمعات الصناعيه دي، دي كمان جزء مهم جدا لتوطين الصناعه، وجزء كمان بيبقى ليه مردود ايجابي على حجم الصادرات. لا وعندنا كمان الرخام، يعني طبعا من ضمن البنود اللي موجوده الرخام. احنا عندنا بنود كتيره جدا، شقه تعبان مثلا، وممكن على فكره من ضمنها ان احنا ندخل كمان صناعات جديده، لكن فكره ان انا اعالج المشاكل اللي موجوده ده اعتقد ان هيبقى ليه مردود ايجابي. احنا امبارح ده خلينا نقول دي بدايه الصفحة الجديدة اللي بنعملها، الرئيس ادى توجيهات واعتقد انها هتكتمل بجلوس الجميع في المؤتمر الاقتصادي. يعني اتمنى ان احنا نحط المشكلات ونطلع بحلول تنفذ في يعني سريعا. وجهات النظر هتبقى موجودة وهنقدر نسعى بعض، واعتقد وجود رجال الاقتصاد بما انهم فير، بمعنى لا هو رجل اعمال ولا هو صانع قرار، هيقدر ان هو حتى يساعد في ان هو يدي رأي بشكل كبير لمصلحة الاقتصاد المصري. صحيح صحيح صحيح. دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أنا بشكرك شكرا جزيلا، ونحن بانتظار أكيد وحيكون لنا اللقاءات خلال المؤتمر الاقتصادي بإذن الله. أهلا بك يا فندم. مشاهدينا الكرام.